أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أحبائي، الفيديو الجديد من أعمالنا اليدوية إن شاء الله تنال إعجابكم. أحبائي، شغلنا لهذا اليوم هي هاي السلسلة. شوفوا عيني، ممكن أنه أشتغلها كقلادة، ممكن أنه أشتغلها كسلسلة للنظارات، وبالحالتين طريقة العمل هي واحدة. الفرق انه بدل ما اني خاله هنا قفل واحد من جهة، يصير جهتين بها اقفال تثبت بلاستيكات النظارات. شغلة بسيطة وحلوة وسهلة، وحتى ما تاخذ هواية من الخرز ومن النم وغيرها. اشتغلتها باربع الوان اذا تنتبهون عليها، اللون الاحمر، الذهبي، الاخضر، واللون الازرق. هالمتبقي عندي اشتغلت من عندها، سويتها على شكل قلادة. والحلو بيها انه كل ما كان هذا النمنم البيجي اللي انا مستعملته الاساسي، يعني كل ما كان ناعم كل ما كانت ناسكة وراقية جدا، واكيد اذا كانت ناعمة فاستعمل الخرز اللي يناسب الحجم مالتها. ننتقل الى انه شلون احنا حنبدي او شلون نسوي هاي القلادة. يلا ويانا اعزائي. المواد المطلوبة لعملنا اليوم مثل ما تشوفون، النمنم الحجم الناعم جدا جدا، الحجم الناعم عندنا هنا يبين الشغل بيه كلش نازك. خرز الكريستال اللي هي باللون الاحمر، الازرق، الذهبي، الاخضر، حتى شوي تكون بارزه ويا اللون البيجي، وتكون ايضا هاي احجامها صغار. حنبدي بالشغل عيني. وطبعا هاي الخيوط، شوفوا احبائي، هاي النوعيه، ومثل ما قلنا كل نوعيه من عندهم لها رقم محدد، فهذا الرقم اللي أنا مستعملته وياها، والقفل اللي حيكون عندنا بالنهاية. أحبائي، أول ما أبدي حاخذ فد أربعة من هاي النمنم اللي عندي، أربعة أخذت، وراها حخلي القفل وياها وأرجع أخذ أربعة أخرى تكرار. شوفوا عيني، بس حبديه ارجع الخيط بنفس النمنم واربطه من النهايه. بعد عندي بس واحدة، شوفوا عيني، هسه حبدي اربطه مرتين هنا. اعيد ربط الخيط حتى يصير محكم. شوفوا عيني، هسه صار عندي هذا الشكل، بعدين الخيط الزايد اكيد افصله من عنده. هذا الشكل اللي صار عندي. حبدي اخذ من هنا فد خمسة، هاي الخمسة مثل ما تشوفون مشيت بها، وراها حاخذ مثلا من اللون الاحمر وحدة، ارجع تكرار اثنين من هذا اللون البيجي مثل ما تشوفون. خل اوصل الى حد النهاية. شوفوا عيني، صارت عندي بهذا الشكل. حرجع على مسافة الخمسة اللي موجودة عندي، ارجع الى خامس وحدة، شوفوا احبائي، وارجعها الابرة تطلع من اللي قبل الكريستالة. شوفوا الشغل مالته، صار عندي هذا الشكل. تكرار، حاخذ خمسة هاي خمسة اخذت، حاخذ غير نوع من الكريستال، تكرار اخذ اثنين من عدها، وايضا حرجعها الى حد النهاية. شوفوا عيني، حتى تصير كل وحدة من جهة شكل. هالمرة للاحتياط خصوصا المبتدئين بيكم، انا اقدر ارجع من الخمسة واخذها من هنا، بس قسم المبتدئين يصير الخيط عنده راخي بحيث تبقى هنا مسافات،
فحتى تضبطوها اخذوه من هاي من هاي القبل هاي اللي هي اصلا ثبتت ويا الكريستاله الحمراء. يعني بهالحاله حيصير عندي 6، وان حبيتوا تقللوها خلوا 4 هنا، بحيث ويا هاي اللي موجوده عندي حتكون 5. شوفوا عيني، خلي اراويكم، حيكون عندي بهذا الشكل. انا مره اشتغلت انه كله هالسره كلها ذهبي، هالسره كلها من اللون البيج الشفاف، الكريستال كلش كان حلو. يعني هسه من دا اشتغله من بقايا الخرز اللي موجوده عندي، فيطلع الشغل محكم. هسه تكرار، خلينا نقول ناخذ 4 من هنا حتى لا يكون عندكم هوايه. يصير شوفوا عيني هاي 4 حجي اخذ من غير كريستال، اخذت من الذهبي، حاخذ 2 عندنا هنا، هاي 2، وارجع تكرار من اللي موجوده عندي وين اني وصلت اخر شيء. يعني هسه حوصلها الى حد النهايه، شوفوا عيني، وارجع منين اني بديت اربطها ويا اخر وحده، شوفوا عيني هاي اللي مربوطه ويا الكريستال الزرقاء، بعد بس وحده شوفوا احبائي الشكل صارت، مره من هنا مره من هنا الشغل مالتها. وايضا تكرار هنا حيكون عندي 4 اخذ، هاي 4، حغير على اللون الاخضر هالمره واخذ تكرار 2 عندنا، اوصل الشغل الى حد نهايه الخيط. شوفوا عيني، وارجع احسب لي 5 من هنا حيكون ويا اخر وحده متصله ويا النمنمة الذهبي او القبلها، يعني ويا الخرزة العفو القبلها. شوفوا عيني من قبل الكريستالة يطلع، ولاحظوا شكل الشغلة اللي عندي، وحستمر به الى حد النهاية. هذا كل الشغل يستمر به الى حد النهاية، الى ان طول القلادة اللي انا اريده. ممكن يكون على شكل سوار، ممكن يكون على شكل زنجيل مال نظارات، وفي كل الاحوال هي طريقة الشغل مالته وحدة. تحبون تخلون انه هاي الخرز كلها بنفس اللون، تحبون انه اذا هو كان مثلا الخرز احمر انتم تريدون تستعملون خلي النمنم همين احمر، بحيث كلتي يعني يبرز بلون واحد، اللي يعجبكم انتم حتسووها. امشي مسافة من الشغل وارجع لكم. احبائي وصلنا الى طول القلادة او السلسلة اللي احنا نريدها، مثل ما تشوفون شكلها عيني. حجي اريد اختمها، اذا اريد اسويها كزنجيل عادي كقلادة يعني فاعتياد. يعني خليت من الجهة الاولى خليت القفل مالتها، فابدي بس اسوي مكان حلقة او فراغ اللي يدخل به القفل. لكن اذا اريد اسويها كسلسلة مال نظارات، فنفس القفل اللي خليته هناك اخليه بالجهة الثانية، حتى مجرد افتح الاقفالة واعبرها باللاستيقات مال نظارات. شوفوا عيني اخذت مجموعة من الخرز، شوفوا عيني ايضا حوصلها الى حد النهاية مثل ما تشوفون، وارجع اعيدها بنفس المكان اللي عندنا، حتى مجرد تتكون لي حلقة. شوفوا اعزائي بهذا الشكل، شوية أعيدها مرة أخرى على مود تتقوى، لأنها حتشيل الثقل مال قلادة ومال الكريستالات اللي وياها. من أنتهي من عندها أبدي وين ما يكون عندي مجال أربط الخيط هناك، حتى أفصله بعدين عن القلادة، وتكون ذاك الوقت السلسلة مالتنا انتهت. شوفوا عيني هسه حبدي شوية انزل بيها مسافة لي جوا، حتى ما اريد افتر ضمن نفس الدائرة، اربطها من مسافة لي جوا عندي. شوفوا عيني حبدي اربطها هنا انا،
تكرار. أعيد الربط مالها بهذا الشكل. حبدي أفصل الخيط من عدها من الجهة الثانية همينة، بس أشيل الخيط الزايد بالبداية. شوف أحبائي، انتهت القلادة مالتنا أو السلسلة اللي هي بهذا الشكل كانت. أكيد أنتوا طول حتتحكمون بيه، وأكيد الألوان أنتوا حتتحكمون بيها. سبق وأنا اشتغلتها إنه كانت الألوان الذهبي والبيج الكريستال الشفاف كانت راقية جدا، يعني بحيث واحد يحسها المناسبات. بس هاي حلوة وألوان شبابية وفكرة كلش مريحة وبسيطة وسريعة بنفس الوقت. أتمنى الفكرة مالتنا عجبتكم لهذا اليوم. أتمنى الاشتراك بالقناة، تسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو، وشكرا جزيلا.